الموريتانية التي شاركت في حوار أيلول سبتمبر تفويض الرئيس محمد ولد عبد العزيز اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لتمرير التعديلات الدستورية التي أفرزها الحوار. في المقابل تؤكد المعارضة المقاطعة للانتخابات رفضها التعديلات التي تتضمن تغييرات جوهرية بينها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. أبي زيدان. رغم الخلافات العميقة في وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة، باتت اليوم كل الخطوات جاهزة لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة عبر البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي كما كان مقررا. رئيس الجمهورية الذي فوض من طرف كلا الطرفين في لجنة متابعة الحوار باتخاذ ما يلزم عبر أكثر من مرة عن رغبته في تمرير هذه التعديلات عبر البرلمان فقط. موقفنا هو أن التعديلات الدستورية اللي منها جوهري كيف العالم ونشيد يمر عبر استفتاء شعبي، وتعديلات اللي ما هي هذه عبر شوف رئيس الجمهورية ذاك اللي اقتضاها. أحزاب منتدى المعارضة التي قاطعت الحوار كانت قد بنت استراتيجيتها السياسية لرفض هذه التعديلات عبر تعبئة الشارع للتصويت بلا للتعديل قبل أن يلجأ الرئيس للبرلمان الذي لا يوجد للمعارضة تمثيل فيه بعد أن كانت قاطعت الانتخابات التي أفرزته باستثناء حزب التواصل الإسلامي. في آخر اجتماع للقيادة التنفيذية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ارتأى أن النواب الموجودين المتمين لهذا المنتدى وهم حصرا نواب تواصل وشيوخ تواصل أيضا في الغرفة الثانية سيمثلون هذا الموقف برفض هذه التعديلات بالوقوف ضدها بتبيين مخاطرها على الرموز الوطنية، ثم الخطوة الإجرائية التي تخدم هذا الموقف سواء كانت مقاطعة التصويت أو التصويت في إطار وجود كتلة بشرية يمكن أن تؤثر سيناقش في وقته بالنسبة للمنتدى. ومع أن بعض المراقبين يعتقد أن إقرار هذه التعديلات الدستورية التي تتضمن مع مجموعة تغييرات جوهرية أخرى إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين بات مجرد مسألة وقت، إلا أن المشهد السياسي يبدو أنه أخذ نحو مزيد من التعقيد الداخلي. فحتى داخل الأغلبية الحاكمة لا تشي الاجتماعات المكثفة بين الحكومة والبرلمان بقدرة الرئيس على التحكم في أغلبيته، خصوصا من مجلس الشيوخ الذي يشهد بداية ثورة وتمرد وإن كانت ما زالت صامتة حتى الآن. أبي زيد نواكشوط، الميادين. حول هذا الموضوع انضم إلينا من نواكشوط الكاتب السياسي سيدي أحمد بابا، أهلا بك ومساء الخير. بداية، لو يمكن أن تشرح لنا أكثر الخلفيات التي دفعت هذه الأحزاب التي شاركت في حوار سبتمبر أيلول سبتمبر إلى تفويض الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتمرير التعديلات بالطريقة التي يراها مناسبة كما قالت. شكرا جزيلا. اعتقد ان الخلاف السياسي قائم بين الاحزاب السياسيه المعارضه والمواليه للرئيس الموريتاني على عبد الفتاح، ذلك ما عوضه اتخاذ الاجراء الملائم خصوصا التحالف الديمقراطي لقياده الدكتور يعقوب بن المهم، لكن هنالك ايضا من عارض بقوه مثل مسعود بالخير رئيس التحالف الشعبي رئيس البرلمان السابق، وبالتالي الخلاف جد محتدم بين الاطراف السياسيه المشاركه في الحوار الاخير بين من يتمسك بشكليه اجراء الحوار عبر المجلس النيابي بغرفته الشعبيه الوطنيه ومجلس الشيوخ، ومن يرى بان الاتفاق نص على اجراء استفتاء دستوري يستفتى به الشعب، وبالتالي هذا خيار ينبغي ان يلجا اليه وان لا يصار الى غيره، وبالتالي الخلاف قائم بين الطرفين، احزاب هو بتخيصها ولكن هناك احزاب اعلنت صراحه فوضى لاي تراجع عن الاستفتاء الدستوري، وترى بان اللجوء الى البرلمان هو منقصة من الناحيه القانونيه والسياسيه، وكذلك ايضا مخالف لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاخير والذي بررت به لجماهيرها بان كل التغييرات ستذهب الى الشعب، وهو صاحب الكلمه العليا قبل مره رعاه قبل وان رعاه غير ذلك لجا اليه، وبالتالي الخلاف جد محتدم بين الاطراف التي شاركت في الحوار، والرئيس الان منحاز الى طرف دون اخر. طيب، هل هذا التفويض يعني بشكل حاسم ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيلجا الى البرلمان لتمرير هذه التعديلات، وبالتالي يعني يمكن اعتبار اقرار هذه التعديلات مساله وقت فقط؟ اقرار التعديلات مساله وقت من الناحيه الاجرائيه القانونيه، الرئيس يمتلك اغلبيه مريحه داخل البرلمان الحالي، ولكن هذا التفويض ايضا يزكي مخاوف قديمه لدى الاطراف السياسيه المعارضه وحتى بعض الاطراف الاغلبيه من ان البرلمان ذاته يمكن ان يلجا الى تعديل دستوري اخر مشابه يسمح للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الترشح للماموريه ثالثه، وبالتالي الاطراف التي تعارض اقرار التعديل داخل الجمعيه الوطنيه من الشيوخ هي الاطراف القلقه
من المساس بالماده 99 من الدستور الامريكاني التي تحصن وضع الماموريات. اما الاطراف الاخرى التي لا ترى اشكال في الجاء الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الى تغيير الدستور داخل الجمعيه الوطنيه ومجلس الشيوخ، فهي الاطراف التي ستدعمه منذ اي توجه من ذهبه، وبالتالي يمتلك اغلبيه كبيره داخل البرلمان. اعتقد انه سيمر الامر خلال جلسه 27 من يناير المتوقع. طيب برأيك الحديث عن هذه التعديلات وتفويض الرئيس من قبل هذه الأحزاب الموريتانية، برأيك كيف ستكون تبعات هذه التعديلات أو حتى إقرار ربما هذه التعديلات على المشهد السياسي الموريتاني؟ كيف سيتبدل المشهد هناك؟ هو تغيير بشكل النظام السياسي في موريتانيا بشكل جذري، وهنالك ايضا تمهيد لانتخابات تشريعيه وبلديه سيتم اجراؤها، مجال سياسي جديد سيتم استعدادها، وحتى قد يوسد لتحالفات جديده داخل الاغلبيه المعارضه. هنالك احزاب تشرط المعارضه منذ فتره قد تجد نفسها ضمن التوليفه السياسيه الحاكمه داخل البلد بعد التغيير الدستوري بحكم مواقفه المنحازه للرئيس الموريتاني وتأييده المطلق لمجمل السياسات، وبالتالي هو انعكاساته على الحياه السياسيه في موريتانيا كبيره جدا اذا تم اقرار التعديلات بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في الحوار الأخير. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي سيدي أحمد بابا، كنت معنا من نواكشوط.